احنا احسن فرقه قدمت كره السنه دي، احنا احسن فرقه ادت مباريات السنه دي. بشكر كل الفرق على مجهودها، بشكر كل الفرق على اصرارها، منهم الاسماعيلي والمصري وسموحه. سموحه عنده فرصه ان هو يكون كمان في المربع الذهبي، يستاهل كده، يستاهل، عامل موسم كويس جدا جدا جدا. المصري كمان عامل موسم كويس قوي، الاسماعيلي حاول يعني، لكن احنا كنا الحمد لله رب العالمين متسيطرين. الدوري السنه دي كان يبقى في الحلم بس، يجي لك في الحلم بس لكن ما يجيش على ارض الواقع. الدوري انت من اول ما سجلت معاك بتقول الدوري الاهلي، الدوري الاهلي، رغم كنت بسجل معاك في ماتش اتغلب فيه الاهلي، قلت لي الدوري للاهلي. الدوري للاهلي بكل المقاييس زي ما قلت، بتعب واجهاد ومجهود لعيبه ومجهود جهاز واداره وكوره حلوه بتتلعب بمستوى عالي في المباريات. زي ما قلت الدوري السنه دي كان في الحلم بس، اللي عايز الدوري السنه دي كان يجي له في الحلم بس، لكن السنه الجايه يبقى في محاوله، وفي محاوله هنشتغل من جديد، عندنا بطولات ثانيه، عندنا شغل ثاني، عندنا شغل ثاني، عندنا شغل ثاني. الموسم الجاي، الموسم الجاي برده موسم صعب، هتلاقي الزمالك هيأدي بشكل كويس، هتلاقي الاسماعيلي هيأدي بشكل كويس، هتلاقي المصري هيأدي بشكل كويس. الكرة بقى لها طعم، الكرة بقى لها شكل.